على فين العزم بدري كده يا مزة؟ وانتي مسافرة ولا ايه؟ طب مش كنتي تقولي لي عشان اعمل لك مراسم وداع رسمي في المطار؟ صراحة آخر حاجة كنت أتخيلها إنك أنت تعملي معايا اللي أنت عملتيه ده. أنا برضو اللي عملت. أنت زعلان مني؟ باي ذا واي إياد، أنت كان ممكن تبقى محبوس دلوقتي، بس أنا رعيت إنك أخويا. ليه؟ أنا عملت إيه مثلا؟ ها؟ أنا اللي خليتك تحبي كريم وتتشحتفي عليه؟ ولا أنا بستغلك يعني علشان عايزك تبقي معايا عشان نجيب حقنا منه؟ تصدقتي الكلام الهبل بتاعه؟ هو كلامه غلط؟ ولو أنا تقومي تروحي تقولي له على كل حاجة وتكشفيني؟ ده أنا كنت خلاص فاضل لي شعرة وهخرب بيته هو واللي جابوه. تقوم انتي تروحي تحذريه عشان يأمن نفسه والليلة تتقلب عليا ويبقى انا اللي هيتخرب بيتي بسببك انتي. انتي اتجننتي؟ انت مصر تتعامل معايا على اني غبية وساذجة، لسه فاكر انك قادر تشتغل. I'm gonna be straightforward yet. انت ما كنتش هترجع حاجة. ولو كريم سرقني واستغل حبي ليك ودخولك المصحة، انت سرقتني. ده على اساس ان مش انت اللي جيتي لي وطلبتي منا ساعتك عشان تنتقمي منه؟ ها؟ لا. انت استغلت صدمتي لما كريم سرقني. واستغلت سفري. وبعدين كل حاجة لنفسك. عشان تغطي على اللي عملته كبرت موضوع الارض اللي كريم سرقها عشان ما اخدش بالي من البحر اللي كان موجود واللي انت شفطته. نجح التعبان فين؟ نجح انه يملى دماغك بالكلام الفارغ ده ويسرح بيكي. عرف يوقع بينا يا مايا. كريم ما قاليش حاجه. ما تنكرش يا اياد، دي كوبي عن كل الكونتراكت. أنا عارفة، أنا مش عايزة أي حاجة لا منك ولا من كريم. أنا عايزة أمشي من هنا، ماليش مكان هنا. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.